يسأل فضيلتك حكم من طلق زوجته وهي الآن عند والده، فأرسل لها رسالة على التليفون فيما معناها لها أن أنت أنا رجعتك خلاص يعني، نعم. وهي له كارهة، وده أول طلاق ولم تمضي فترة العدة بعد، وأرسل لها هذه الرسالة. والله هو أنا دائما في مسائل الطلاق أحب الذهاب إلى دار الإفتاء علشان نتحقق من وقوع الطلاق أصلا، من عدم وقوعه. ما يمكن يكون الطلاق أصلا مش واقع ولا يحتاج إلى أن يراجع، لأنه إذا لم يقع الطلاق فلا نحتاج إلى مراجعة. ولكن في العموم المراجعة من الطلاق الرجعي ليست بإرادة الزوجة. يعني إيه؟ يعني المرأة في وقت الطلاق الرجعي الزوجية قائمة حكما، يعني هي زوجته حكما، تمام؟ متى نحتاج إلى موافقة الزوجة لكي ترجع إلى زوجها؟ إذا ما انقضت فترة العدة. ليه؟ لأنه في هذه الحالة قد انقلب الطلاق من طلاق رجعيا إلى طلاق بائن، بينونة صغرى. في هذه الحالة لابد وأن نأخذ رأيها وتوافق وأن يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد كأنه زواج جديد، ولكن كل ما في الموضوع أنه حسبت عليه طلقة. لكن لو في فترة العدة هو راجعها ليس لها خيار. ولكن في فترة، ليه؟ لأن الزواج قائم حكما، هذه فترة شرعية جعلها الحق تبارك وتعالى للزوج حتى يراجع نفسه من الطلاق. فإذا راجع الزوج نفسه من الطلاق ورأى أنه من المصلحة أن يراجع زوجته مرة أخرى ويحافظ على بيته من الانهيار، يبقى ما فيش مانع يبلغ زوجته أنه قد راجعها، فترجع الزوجية قائمة بينهما حقيقة وحكما. لا، لماذا؟ لأنه قد راجعها. هل في صيغة للمراجعة ولا تكفي فقط لا، أنه ما فيش يرسل لها صيغة، رسالة مثلا؟ ما فيش مانع، ولكن الحقيقة من الأولى أن يشهد على المراجعة. يعني يشهد على المراجعة، يعني يكون فيه 2 شهود في فترة العدة يشهدوا إن فلان راجع فلانة راجعها بإخبارها بإخبارها. يشهدها ولا يشهدهم دون إخبارها لا، مثلا؟ ويخبرها يشهدوا أنه أخبرها. لأنه قد راجعها إلى عصمته بعد هذا الطلاق. ليه؟ علشان لو حدث نزاع فيما بعد في المراجعة من عدمها، يبقى في من يشهد أن فلان قد أرجع زوجته وأشهدنا على ذلك. وتحسب هذه طلقة؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله بقى، يجب ان هم يذهبوا الى دار الافتاء لا، بغض النظر عن علشان، هذه الحالة، أنا بتكلم في العموم، يعني في سياق العموم. ما هو في العموم لو ان الطلاق واقع، لو أن الطلاق وقع لو ان وراجعها الطلاق لكنها واقع حسبت طلقة، وراجعها في فترة العدة يحسب الطلاق وتكون الرجعة صحيحة. هذا الحكم لا ينصرف على الخلع، لا، الخلع حاجة تانية. بتبقى الخلع طلقة طلاق، بينونة الخلع طلق طلاق بائن، بائن. يعني يحسب طلاق بائن، مش طلاق بائن بائنة كبرى. لا، طلاق بائن بائنة ايه؟ صغرى، الا اذا كان متمما للثلاث فيحسب طلاق بائن فلا بائنة تحل له كبرى إلا بزوج الا جديد. بزوج. عظيم. نعم.